بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ايه في قصه الايكويتي ترانزاكشنز. تمام، احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الايكويتي في يونت 1، هراجع بس الحته دي عشان نبقى يعني ايه نلم بسرعه كده نربط الدنيا ببعضها على التشنجز اوف ايكويتي ستيتمنتس او ستيتمنت اوف تشنجز ان ايكويتي، وقلنا اللي هي ريتين ذا ايرننج والكابيتال او الليجل كابيتال، هنسميها هنا النهارده ليجل كابيتال، والايبيك واللي هي اديشنال بيدنج كابيتال، والكومبرهنسيف انكم او الاكيوميتد كومبرهنسيف انكم. وجينا خدناها في يونت 2 بس خدناها من وجهه نظر الانفستور، لما كان الانفستور بيسمي نفسه انفستور ويسمي الطرف الثاني انفستي. الانفستور كان بالنسبه له الشيرز عباره عن investments في جانب الاسيتس، حاجه من ثلاثة، اقل من 20% كان بيتعامل معاها بالفير فاليو، اذا كانت افيلبل فور سيل تروح على الكومبريهنسيف، اذا كانت تريدنج تروح على الانكم ستيتمنت. من 20 ل 50% كان بيشتغل ايكويتي ميثود بالظبط، وكان الانفستمنت حساب الانفستمنت بتاعه هو رمانه الميزان، البروفيتس تزوده والخسائر او اللوسز والديفيدنس تقلله. والطريقه الثالثه اللي هي اكتر من 50% لحد 100% اللي هي فول كونسوليديشن، كان بيعمل كونسوليديتد اكاونتس. وقلنا اربع نقط مهمين، كونسوليديتد اكاونتس يعني حسابات واحده للبيرنت كومباني والسبسيديريز بتاعتها، والجود ويل والان سي اي نون كنترولنج انترست، ونعمل اليمينيشن للانتر كومباني اكاونتس. دي كانت من وجهه نظر الانفستور لما كنا قاعدين على الكرسي بتاع الانفستور وفاتحين دفاتر الانفستور. النهارده بقى نعكس، هنقعد على الجانب الاخر على الكرسي بتاع الايشور. ايوه، هو هناك لما بيجي يتكلم كانفستور بيقول انا انفستور والطرف الثاني انفستي. هنا العكس بقى، الانفستي هيبقى اسمه ايشور ويسمي الطرف الثاني شير هولدر. فكل كلامنا هنا هيبقى من وجهه نظر اللي هو كان اسمه انفستي في الحاله الثانيه، بس هنا اسمه الايشور وهيسمي الطرف الثاني شير هولدر. تمام؟ طيب، طبعا هو ما بيتكلمش على الشيرز بس، هو بيتكلم على الايكويتي بصفه عامه كحقوق ملكيه موجوده في حسابات الايشور. طيب الايكويتي هنتجاهل فيها تماما طبعا اكوموليتد اذر كومبرهنسيف ايتمز، لان زي ما قلنا دي ما هياش حقوق ملكيه، هي عباره عن محفظه ما كانوش عارفين يحطوها فين فحطيناها في جانب حقوق الملكيه مؤقتا لحد ما ايه ما تصفي نفسها او تبقى مش موجوده لان وجدت اساسا. فكلامنا كله هيبقى على الثلاث حسابات الرئيسيه في جانب الايكويتي في دفاتر الايشور، اللي هي ريتيند ايرننج والكابيتال او اللي احنا هنسميه هنا الليجل كابيتال، والايبك اللي هي الاديشنال بيد ان كابيتال. تعال نخلص من ريتيند ايرننج الاول لان مش هنفتحها تاني. ايه قصه الريتيند ايرننج؟ الريتيند ايرننج في نوعين منها، حاجه اسمها ان ابروبريتد ريتيند ايرننج وحاجه اسمها ابروبريتد ريتيند ايرننج. اللي بيحصل ايه؟ الريتيند ايرننج باي ديفولت هي اصلا ان ابروبريتد، فبما ان الديفولت ان ابروبريتد ريتيرن ايرننج فقال لك خلاص احنا مش هنقول اسم الحساب المسمى الطويل ده، هي اسمها ريتيند ايرننج، مجرد ان اسمها ريتيند ايرننج يبقى الديفولت ان ابروبريتد. فالمفروض اللي بيقرا او المستخدم القوائم الماليه يفهم ان هي اوريدي ان ابروبريتد، ده الحساب الطبيعي ريتيند ايرننج. طيب ايه قصه الابروبريشن بقى؟ تيجي الاداره بدون اي الزام قانوني ان هي تعمل ابروبريشن لمبلغ معين في الريتيند ايرننج، بهدف ايه؟ عايز يبني مصنع في المستقبل، عايز يشتري مصنع في المستقبل، عايز يشتري آلة في المستقبل. انت معايا ازاي؟ ما ينفعش يجي يعمل ابروبريشن علشان يمشي الاوبريشن بتاعه، لان ده طبيعي. هو الهدف ايه من حته الابروبريشن؟ ان يقول للكرنت شير هولدرز او البوتنشال شير هولدرز، خلي بالكم يا جماعه المبلغ اللي انا شايله على جنب اعمل له ابروبريشن ده مش هوزعه. مش هوزعه، هي دي الفكره، مش مالكوش دعوه بيه، هو لازال من ضمن حقوق الملاك. وهنا بقى اللخبطه اللي بتحصل مع بعض الناس، ان هو متخيل ان انت لما تيجي النهارده تبني مصنع في المستقبل هتقول ايه؟ ديبت الاسيت كريدت الكاش، الريتند ايرننج بره الموضوع خالص. بس هو في معلومه المعيار عايز الاداره توضحها للكرنت شير هولدرز والبوتنشال شير هولدرز، ان المبلغ ده مش هنوزعه، لانه في المستقبل لما يجي يشتري مصنع او يبني المصنع اللي بنتكلم عليه هو هيستخدم ما يقابل المبلغ ده من الكاش اللي موجود عنده. فاهمني ازاي؟ في حته الابروبريشن قال لك مثلوها بايه؟ قال لك دايره صغيره كده بقلم رصاص مرسومه حوالين رقم معين. الدايره دي عشان كده بقول لك ما فيهاش اي التزام قانوني خالص على الشركه. ليه؟ لان الشركه ممكن النهارده الاداره تقوم تعمل ابروبريشن لمبلغ معين بهدف معين وتعلن عنه،
وتيجي تاني يوم تلغي الابروبريشن، ما فيهوش اي الزام، ولا هو شالها من ريتيند ايرننج، ولا هو قال لحقوق الملاك ولا اي حاجه، وملوش اي علاقه بحقوق الملاك. الهدف الوحيد من الابروبريشن بتاع ريتيند ايرننج يقول للشير هولدرز المبلغ ده مش هوزعه، انا عايز ما يقابل المبلغ ده من الكاش اللي عندي اشتري بقى بيه مصنع، ابني بيه مصنع، اشتري بيه اله، اي حاجه من دي. هو بقى بيلخبط في ايه في الاسئله في النقطه دي؟ الحاجه الوحيده ان هو يعمل، يقول لك ايه، ان الاداره تعمل ابروبريشن للريتيرن ايرننج عشان تسدد السبلايرز مثلا. فكلام مش منطقي، لان طبيعي ان الريتيرن ايرننج دي متشاله بالاساس عشان تتوزع بعد كده كارباح على الملاك، طالما ان الاداره ما بتستخدمهاش في اعاده التشغيل او في النشاط بتاعها او في اعاده الاستثمار او الكلام ده كله. فطبيعي ان هو مش هيبدا يفكر في توزيعات ارباح الا اذا كان مغطي كل الابريشن بتاعه، مش محتاج الفلوس دي في اي حاجه تانية. تمام؟ فحته ان هو يجي يسالني في الامتحان يقول لي ان الابريشن ممكن يحصل لسداد السبلايرز مثلا، دي النقطه اللي ايه البسيطه اللي هم بيلعبوا بيها. يعني هو الابريشن الاكسباند البيزنس واتيفر، هو المفروض ان الريتيند ايرنينج كلها للاوبريشن بتاع البيزنس واكسباند البيزنس، بس هو ممكن يخصص مبلغ على جنب زي ما قلت لك يقول لهم يا جماعه لا اللي انا اقصده يعني مش عشان ابني مصنع بس، لا انا ممكن افتح فرع تاني، حاجه تقيله يعني حاجه انفستمنت تقيل، يبقى هو فعلا محتاج يشيل الكاش بتاعه ده على جنب. اوكي تمام. هي اللخبطه زي ما بقول لك بتيجي من حته ان هو الناس تتخيل انها هيجي ياخدها من الريتيند ايرنينج، لا هو حقوق الملاك مش هتقل، هو هياخد الكاش المقابل الكلام ده. طب ايه الهدف من كده؟ انه بس يقول للشير هولدرز المبلغ ده لن يتم توزيعه فقط لا غير. تمام؟ طيب مش هنجيب سيره الريتيند ايرنينج بقى تاني، هنتكلم كل اللي جاي على الشيرز نفسها. الشيرز احنا كنا اشرنا قبل كده على موضوع ان الشير ليه بار فاليو وليه ايبك، فاكر الكلام ده؟ طيب الشيرز اللي موجوده في الشركه عباره عن نوعين، اللي هي كومن شيرز والبريفيرد شيرز. الكومن شيرز برضو ده الديفولت بتاع اي شركه في الدنيا، يعني ما ينفعش شركه تخش بابليكلي تريدد في البورصه ان هي يعني تبقى للتداول العام، اسهمها للتداول العام، الا لو كان عندها كومن شيرز، بس من حق الشركه تختار يبقى عندها بريفيرد شيرز او ما عندهاش بريفيرد شيرز. تمام. الشيرز بصفه عامه ليها بار فاليو اللي هي مكتوبه على الانسترومنت بتاع الشير نفسه، الورقه نفسها، والبار فاليو ده القيمه اللي هي بنحطها في حساب الليجل كابيتال اللي قدامنا هنا ده. تمام. ده قيمه البار فاليو. الايبك ده الاديشنال بيدنج كابيتال اللي هو عباره عن القيمه السوقيه اللي هي الماركت فير فاليو الزياده ناقص البار فاليو بتاعتنا. فالايبك هو الاكسس اوف بار فاليو، لان ساعات برضو يلخبط يخليك تفتكر ان الايبك هو القيمه السوقيه نفسها او الفير ماركت فاليو. لا، الفير ماركت فاليو عباره عن البار فاليو زائد الايبك، فدايما نقول ان الايبك هو الاكسس اوف بار فاليو. تمام. اللي بيحصل ان انا بيبقى دايما عندي حوالي اربع حسابات في الشركه، حساب للكومن شيرز نفسه بالبار فاليو وبالايبك بتاعه ايبك كومن شيرز، وعندي حساب للبريفيرد شيرز بالبار فاليو برضو بتاعتها والايبك بتاعتها. طيب في طبعا فروقات بين الاثنين، واكيد البريفيرد هي ليها بريفرنس على الكومن شيرز في اسباب معينه هنعرفها بعد كده، ولكن بصفه عامه او الخطوط العريضه ان نلاقي ان الكومن شيرز على سبيل المثال ليها فوتنج رايتس في حته الجامعات العموميه العاديه والغير عاديه اللي هي او جي ام وجي ام والكلام ده، الكلام ده مش علينا بالتفصيل. ولكن البريفيرد شيرز ملهاش فوتنج رايتس. تمام. طيب الديفيدنس، النهارده اي شير هولدر بيشتري شيرز بيشتريها ليه؟ حاجه من الاثنين، كنت برضو اشرت النقطه دي قبل كده، يحصل ابريشيشن في الفير ماركت فاليو او البرايس ماركت بتاع الشير فيبيعه بسعر اعلى من السعر اللي اشترى بيه فيكسب، او ان يكون على حظه السنه دي كده اداره الشركه اعلنت ان هيحصل ديفيدنس فيروح ايه يستلم جزء من الديفيدنس، فهو ده مكسبه من ان هو يعمل هولدنج للشيرز اللي موجوده في اي ايشور او في اي شركه. تمام. طيب قاعده عامه بقى، الديفيدنس مفيش شركه في الدنيا بتبقى ملزمه قانونا بالديفيدنس ديكلاريشن كل سنه، يعني مفيش شركه ملزمه بتوزيعات الارباح بصفه سنويه. التوزيعات الارباح بتحصل ايا كان نوع الديفيدنز اللي هنذكرها بعد كده او نوع الشيرز اللي هنذكرها بعد كده بالتفصيل، مفيش شركه ملزمه قانونا بان هي تعلن في اي ميعاد او في اي سنه بتوزيعات الارباح، ده قرار اداري بحت. يتوقف بقى انا الريتند ايرننجز اللي عندي دي محتاجها للتشغيل بتاعي، محتاجها لاعاده استثمارها، ايا كان بقى ايه اللي هيعمله، المهم ان توزيعات الارباح بتحصل بناء على رغبه اداره الشركه فقط لا غير، وفقا طبعا لظروف الشركه السوقيه.
تمام. الموضوع ما بيتمش عشوائي، وهنفهم برضو شويه حاجات في الكلام. يجي برضو من ضمن المعلومات اللي يوهانا يقول لك ان الكومن شير هولدرز لما بياخدوا ديفيدنس بياخدوها ك سيت اماونت. يجي يقول لك مثلا السنه دي الاداره هتوزع $1,000,000، يروحوا بقى يشوفوا عندنا كام شير كام كومن ويوزعوا عليهم. البريفيرد شيرز مش كده. البريفيرد شيرز بيبقى الانسترومنت برضو جنب البار فاليو بتاعته مكتوب برسنتج لنصيبه في ارباح الشركه من البار فاليو. تبص تلاقيه مثلا ايه 1% 2% من قيمه البار فاليو. ولذلك تلاقي ان الكومن شيرز البار فاليو بتاعتها دايما صغيره قوي، والبريفيرد شيرز البار فاليو بتاعتها بتبقى كبيره شويه. تمام. طيب ليه برضو من ضمن معلومات يخلي البار فاليو صغيره؟ لان البار فاليو زي ما قلت لك بتمثل الليجل كابيتال. الليجل كابيتال ده المبلغ الوحيد اللي في الشركه اللي مش من حقهم يوزعوا. فبالتالي يقوم حاطط مبالغ صغيره 30 سنت 40 سنت دولار 2 دولار على حسب طبعا الشركه وحجمها. ايه لا لسه لا دي هنتكلم فيها بعدين، اللي هي راس المال المرخص بيه والمصدر والكلام ده كله. تمام. طيب دي اللي هي بنسميها الليجل كابيتال على بعض. تمام. فيقوم حاطط لك نسبه صغيره او قيمه صغيره جدا على الكومن شيرز عشان يبقى المبلغ اللي هو رابطه مش من حقه يوزعه كتوزيعات ارباح طول عمره لحد ما يصفي الشركه، مبلغ صغير ما يبقاش رابط نفسه بيه. طيب من ضمن انواع الديفيدنز اللي موجوده طبعا اللي هي الكاش ديفيدنز، وهاخدهم بالتفصيل، كاش ديفيدنز والبروبرتي ديفيدنز والليكويديتنج ديفيدنز والستوك ديفيدنز، هنفهم كل واحده فيهم. طيب ناخد اول حاجه الميجرمنت والريكوجنيشن بتاع الايشوانس بتاع الشيرز اللي موجوده في الشركه. القيود بتاعه الكومن شيرز والبريفيرد شيرز كلها واحد. تمام. يجي يعمل ايه؟ يصدر شيرز في البورصه ياخد عليها فلوس، اول حاله عامه طبعا. تمام. فطبعا ديبت الكاش بالفلوس اللي هيحصلها كريدت الايكويتي بتاعته، لان الايكويتي كلها جانبها داين. طيب يقسمها بقى، يقول لك كومن شيرز بالبار فاليو والايبك بتاعتها بالاكسس اوف بار فاليو، وبريفيرد شيرز بالبار فاليو والايبك بتاعتها بالاكسس اوف بار فاليو. ممكن يحصل ان هو ايشو شيرز مقابل بروبرتيز، ان هو ياخد اسيتس او ياخد انفنتوري يعني، بس الصوره العامه تبقى اسيتس مثلا. تمام. فيجي يقول ديبت الاسيت بتاعه دوت وكريدت نفس حسابات الايكويتي اللي قلناها قبل كده. هنا بقى بيحصل ايه عشان يقيم يجيب قيمه الاسيت دوت يدخلها عنده في الشركه ويعترف بالاصل ده من اصوله؟ بيحصل تقييم وفقا للماركت فاليو. لو ان الشيرز بتاعته كانت اوريدي مصدره وبتتفاء وبتتباع في الماركت، معنى كده ان الشيرز دي ليها قيمه، فهي ياخد هنا الفير ماركت فاليو بتاعت الشيرز ديت. طب لو اول ايشوانس عنده وان الشيرز دي ما تتباعش في السوق، يروح ياخد قيمه الاسيت دوت بالفير ماركت فاليو وما يقابلها من عدد الشيرز اللي هي ايه موجوده عنده. فهو بيبدا بالماركت فاليو بتاعت الشيرز، لو مش موجوده اول ايشوانس يروح ياخد بتاعت الاسيت نفسه. تمام. طيب قاعده عامه تاني، اي كوست او جينز او لوسز مرتبطه بالشيرز في الشركه من وجهه نظري كايشور عمرها ما تخش على الانكم ستيتمنت بتاعي عمرها. واول مثال معايا اهو، ان الكوست بتاع الايشوانس جبت محامي اتورني فيس، جبت محاسب قانوني ليجل اكاونتنت، رحت سجلت في البورصه ودفعت رسوم، كل الرسوم دي اسمها ايشوانس فيس. الايشوانس فيس دي بتخش على حساب الاي بيك اللي مرتبط بيه الشيرز اللي موجوده عندي. فيقول لك ديبت الاي بيك اللي هو كان اساسا اصله كريدت، وكريدت الكاش اللي هو طبعا الفلوس اللي دفعها، بدل ما يحمل الانكم ستيتمنت بتاعته بالايشو فيس بتاعت او الكوست الاكسبنس بتاعت الشيرز اللي موجوده عندي. تمام. ودي هتقابلنا في كل الحالات بعد كده هنتكلم فيها وهنشوفها ازاي. افرض ما كانش في احسن يعني، ما كانش في مثلا ده بدايه اصدار، لان لسه ما فيش يعني ما فيش جين على هيشيلها على حساب الشير هولدرز عنده، يروح ياخدها من ريتيند ايرننجز، بس ما يروحش ياخدها من الانكم ستيتمنت بتاعه. ما هو بدايه الاصدار ما بتكونش بدايه نشاط. تمام. انت معايا ازاي؟ دايما عاده معظم الشركات بتبقى شغاله بقى لها سنه واثنين وثلاثه وبتكسب عشان تروح تعمل اي بي او اللي هو الانيشال بابليك اوفرنج. انت معايا ازاي؟ فهو عنده حسابات الايكوتي، يشيلها من حسابات الايكوتي. الاقرب عنده هو حساب الايبك. اول اصدار ما عندوش لسه ايبك وخلاص يعني مش هنستني او هاخدها من ريتيرن. انت معايا ازاي؟ ولكن اللي الكتب شرحها ان هو ديبت الايبك كريدت الكاش. تمام. بس انما استحاله لا كوست ولا جين ولا لوسز تخص الشيرز هتخش على الانكم ستيتمنت.
انت يا عم دي مصروفات تخص الشيرز بتاعتك، اشيلها من حقوق الملكيه بتاعتك، ما دخلهاش على انكم ستمنت ولا الاوبريشن بتاعي خالص. تمام. طيب نيجي بقى نتكلم في انواع الديفيدنس. تمام. طبعا هنا في الاول سلايد كنت شرحت لك قصه ايه هو ليه الشير هولدرز بيشتروا شيرز في اي شركه، عشان حته الابريشيشن والبرايس او الديفيدنس، ده لو حظه حلو ان الاداره اعلنت. لان تاني باكد مفيش قانون في الدنيا يلزم اي شركه بتوزيعات ارباح في ميعاد معين او على الاقل كل سنه، مفيش، ده قرار اداري بحت، لان هيحصل حاجه بعد كده هتلخبطنا، فانا ببني على الكلمه دي قاعده العامه. تمام. طيب طبعا توزيعات الارباح دايما في الباك جراوند اوف اور مايند ان هي توزيعات الارباح السنه الحاليه اللي هي البروفيتس زائد الريتند ايرنينجز، عشان ممكن يديك قيمه بروفيتس السنه دي لسه ما دخلهاش على حساب الريتند ايرنينجز، في حسابات البروفيتس زائد الريتند ايرنينجز اللي جايين من السنوات السابقه. طيب في اربع زي ما قلت حسابات او انواع رئيسيه للديفيدنس، اللي هي عباره عن الكاش ديفيدنس والليكويديتي ديفيدنس والبروبرتي ديفيدنس والستوك ديفيدنس. اشهر حاجه في الديفيدنس هي التواريخ بتاعتها، ودايما يسال في الحته دي، واقول لك حتى نوعيه الاسئله بيسال عليها ايه. عندنا ثلاث تواريخ او ثلاث مراحل خلينا نسميها، الديكلاريشن ديت والريكورد او الريكوردنج ديت والبيمنت ديت. يحصل ايه؟ يجي في الديكلاريشن ديت يعلن يقول يا جماعه انا هوزع مليون دولار. في الريكورد ديت يجي الناس اللي معاهم الشيرز كل واحد يسجل اسمه بعدد الشيرز اللي معاه. تمام. ليه؟ لان اوريدي الشيرز دي اتباعت في الماركت، وانا بعت لعلي وحسين وابراهيم وخليل ومحمود وها، والناس دي بعت لناس تانية اصلا انا ما اعرفهاش كشركه. طب انا هدفع لمين؟ هدفع للي يجي يسجل اسمه في تاريخ الريكورد ديت والبيمنت ديت وعد الشيرز طبعا. والبيمنت ديت ده الناس اللي هي هتيجي بقى خلاص سجلت في الريكورد ديت تيجي تاخد فلوسها في البيمنت ديت. يقول لك الديكلاريشن ديت هو القيد اللي بيتعمل، يقول لك ديبت الريتين ديرنينج يقلله، دي التوزيعات اللي هاخدها، كريدت الديفيدنس بيبل لايبيليتي، حساب لايبيليتي. يخش الريكورد ديت ما يعملش انتري. في بعض الشركات يقوم عامل ادجستمنت للقيد اللي عمله في الديكلاريشن ديت، بس القاعده العامه واللي الكتب كلها بتتكلم عليه ان مفيش جورنال انتري بيتعمل في الريكورد ديت. دي ناس بتيجي تسجل اساميها بعدد الشيرز اللي معاها، يروح في البيمنت ديت طبعا دفع، يبقى كريدت الكاش على طول، ديبت الايه الديفيدند بيبل اللي هو موجود في حساب اللايبيليتي بتاعه. ايه بقى نوعيه الاسئله اللي يسالك فيها؟ يقول لك هل الديكلاريشن ديت ولا الريكورد ديت ولا البيمنت ديت بيأثر على الوركينج كابيتال؟ طبعا الوركينج كابيتال هو عباره عن كرنت اسيتس ناقص كرنت لايبيليتيز. فبص مثلا على الديكلاريشن ديت تلاقيه يرفع حساب الديفيدند بيبل اللي هو اللايبيليتي فيقلل الوركينج كابيتال. العكس يحصل في البيمنت ديت، يدفع حساب اللايبيليتيز يقلله فيزود الوركينج كابيتال. الديكلاريشن دي الريكورد ديت ما يحصلش فيه اي حركات، وبالتالي ما يحصلش اي تاثير على الوركينج كابيتال. الحته الثانيه اللي لخبط الناس فيها في موضوع الايكويتي، يقول لك انهي تاريخ من التواريخ الثلاثه ياثر على حساب الايكويتي؟ هو الديكلاريشن ديت فقط. طبعا معظم الناس بتلخبط في حته البيمنت ديت، لو مش مذاكر صح او ما عندوش معلومه صح هيفتكر ان هو قال ديبت الريتيند ايرنينج كريدت الكاش في تاريخ البيمنت ديت، وان هو ما كانش عنده حساب لايبيليتي ايه موسطه في النص. فاللي بيقلل الايكويتي اماونت كتوتال هو الديكلاريشن ديت مش البيمنت ديت. البيمنت ديت برضو بالعكس، لانه بيسال على ده وبيسال على ده، مالوش تاثير على حساب الايكويتي بتاع الشركه. تمام. طيب يعني هي دي الثلاث تواريخ الاساسيه بالنسبه لكل حسابات الديفيدنس او كل تحركات الديفيدنس بصفه عامه، بتاثيراتها على الحاجتين اللي شفتهم بيسالوا عليهم كتير، الوركينج كابيتال والايكويتي. ده ككاش، وهي دي برضو الجنرال فورم اللي بتحصل كتوزيعات الارباح في صوره كاش. في حاجه اسمها ليكويديتنج ديفيدنس. يحصل ايه؟ الشركه ما عندهاش ارباح السنه دي، فيش بروفيتس كرنت بروفيتس، وما عندهاش ريتيند ايرنينجز، فيعمل ايه؟ عايز يحسن صورته في السوق، شكله مش حلو، عايز يطلع اي ديفيدنس باي طريقه عشان يحرك يعمل تداول في البورصه الاسهم بتاعته والكلام ده كله، يقوم مطلع ديفيدنس من حساب الايبك اللي موجود عنده. يعني كانه بيعمل ليكويديشن لحساب الكابيتال اللي موجود عنده من خلال حساب الايبك اللي موجود، ريتيند اوف كابيتال انستيد اوف ريتيند اون كابيتال. طيب طبعا القيد بتاعه واضح، يقول لك ديبت الايبك يقلله بقيمه التوزيع اللي هو اعلنه، كريدت ايه الكاش ده في البيمنت ديت عادي خالص. في نوع تاني من التوزيعات ده الديكلاريشن ديت، طبعا كل حاجه عادي خالص. تمام. نيجي في البروبرتي ديفيدنس، بدل ما يوزع كاش
زي ما حصل بقى في الحالتين الاولين، يدي اصل، واخد بالك ازاي؟ يدي انفنتوري. انت معايا ازاي؟ الكيسه العامه اللي حطيتها كينج لايم هو اللي حطت القده، هوك مش حاطه. يقول لك ايه اول حاجه تفكر فيها طالما ان هو ادى اسيت؟ ان هو يقوم على طول عامل رايت اوف لحساب الاسيت اللي موجود عنده في الشركه اللي هيديه مقابل الشيرز دي. فهو يبقى واحد يملك 50% مثلا من الاسهم بتاعتي وادي له مصنع مقابل الكلام ده، او اله او كده. انا شخصيا شفت الكلام ده، عارف امتى؟ في البروبرتي بقى، في الانفنتوري، ايام الريان والشركات دي بتاعت الاستثمار كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ويدوا انفنتوري كمان، ويدوا اسيتس، ويدوا كل حاجه. يروح يدي فاوتشرز مقابل الديفيدنس او نصيبك في الديفيدنس وفي راس المال، لانه كانوا ساعتها كمان بيصفوا. والناس بقى تروح المعارض بتاعتهم او الفروع بتاعتهم وتشتري، اشتري هدوم، يشتروا ما اعرفش عربيات، يشتروا اي حاجه بالظبط، وناس اشترت مواشي والكلام ده. فحصلت فعلا يعني. بس هي احنا يعني دي صوره او فورم من انواع الديفيدنس، ولكن الفورم العام زي ما قلت لك هي موضوع ايه؟ الكاش ديفيدنس. طيب، فيعمل رايت اوف للاسيت اللي هو هيوزعه للشير هولدرز ايا كان عددهم يعني. كريدت الفيكسد اسيت اللي كانت عنده ديبت، ديبت الاكيوميليتد، يبقى هو كده ايه؟ صفره. وتوزيعات الارباح هياخدها ما يقابل ريتيند ايرنينج ديبت، وفرق القيمه اللي قرر ان يوزع بيها ارباحه، والبوك فاليو اللي موجوده في دفاتره، يا جين يا لوسز للايشور. فيا تبقى في جانب الجينز يا تبقى في جانب اللوس. طبعا دي انكم ستيتمنت على طول، لان دي مرتبطه ببيع الاصل نفسه، مش مرتبطه بالشير زي ما قلت لك قبل كده. انت معايا ازاي؟ رابع نوع بقى واخر نوع ومن اهم الانواع هو الستوك ديفيدنس. تيجي الشركه تقرر تقول لك بدل ما اطلع برده كاش او اطلع حتى اسيت وانفنتوري، ادي شيرز. كل واحد معاه 4 شير ياخد شير، كل واحد معاه 5 شير ياخد شير، ايا كان. انت معايا ازاي؟ على حسب كل واحد ونصيبه بقى، وحسب نصيبه في السنه دي عامل ازاي. تمام؟ يعني انت معايا. الجاب قسمتها لنوعين من الديفيدنس بالنسبه للستوك ديفيدنس، يا سمول ستوك ديفيدند يا لارج ستوك ديفيدند. لحد 25% الجاب سميتها سمول ستوك ديفيدند، وقالت لك اشتغل بالفير ماركت فاليو. ففي الحاله دي هقلل ريتيند ايرنينج، كريديت الكومن شيرز، كريديت الاديشنال بيدنج كابيتال، لانه شغال بالفير ماركت فاليو. هيزود الكابيتال بتاعه في صوره الكومن شيرز والاديشنال بيدنج كابيتال. لو اكتر من 25% كقيمه اسهم من عدد الاسهم اللي هي outstanding. طب عايز ازاي؟ 25% من عدد الاسهم outstanding. لو اكتر من 25% سموها large stock dividend. large stock dividends دي يقول لك تشتغل بالبار فاليو على طول. ما يقول عايز كده. قال لك debit retained earning بالقيمة اللي هتنزل ما يقابل البار فاليو. في عدد الاسهم طبعا اللي هم قرروا يصدروها، اللي هي غالبا هتبقى اكتر من 25% من outstanding shares. credit common shareholders برضو ايه؟ issuable as dividend. لاحظ برضو هنا من ضمن التريكي كويشنز اللي ممكن يسأل عليها، ان الحركة بتاعت الستوك ديفيدنز ما تأثرش على التوتال ايكويتي. ايوه صح. طبيعي ان هو بيقول لك ديبت الريتيند ايرنينج، كريديت الكومن شيرز، وال بالظبط هو بيشيل من الريتيند ايرنينج ويطلع قصادها اسهم يحطها في جانب الكابيتال. فدي من ضمن برضو الاسئلة اللي عادة بتيجي في الامتحانات. تمام. الستوك ديفيدنز دي كتيرة برضو، مش يعني طبعا هي فورم برضو بالناس بتستعمله كتير فعلا. ده حقيقي. تمام. طيب، بما اننا اتكلمنا على ستوك ديفيدنز، في حاجه برضو مرتبطه زيها بس ما هياش نوع من انواع الديفيدنز، اسمها ستوك سبليت. ايه الستوك سبليت دي؟ من ضمن الايكويتي ترانزاكشنز المهمه او الشير ترانزاكشنز المهم. تيجي الشركه تقول لك ايه؟ كل واحد معاه شير بقوا 2 شير او 3 شير او 4 شير او حتى 10 شير. انت معايا ازاي؟ لا، هنا الوضع مختلف. ليه؟ الستوك ديفيدنز دي حق من حقوق الملكيه. تمام. ريتيند ايرنينج هيشيل منها ويحط فيه الايكويتي، راس مالك في الشركه زاد. انت فوق نصيبك في الكابيتال في الستوك ديفيدنز زاد. انت هنا نصيبك مش هيزيد. ليه بقى؟ لان الشير اللي معاك ده ابو 5 دولار بار فاليو بقوا 2، كل واحد فيهم ب 2.5 دولار. فالبار فاليو ما اتغيرتش. هقول لك بيعمل كده ليه، بس خليك معايا فيها للاخر. تمام. نشوف تاثيراتها ايه الاول وبعدين اقول لك بيعمل كده ليه. تمام. طيب، لما يعمل ستوك سبليت يحصل ان الاوت ستاندنج شيرز تزيد. الناس اللي في السوق معاهم 100,000 شير بقى معاهم 200,000 شير
او 300 الف شير او حتى مليون شير. طيب حسب النسبه اللي هو قالها 2 ل1 ولا 3 ل1 ولا 4 ل1. تمام. طيب ولكن قيمه البار فاليو بتقل وقيمه الفير ماركت فاليو هي كمان بتقل، وهو ده السبب الاساسي اللي خليه يعمل ستوك سبليت. تمام. هنرجع لها تاني عشان نثبتها، بس هقول لك ليه عشان تقتنع. اللي بيحصل ايه؟ بعض الشركات يحصل تضخم في قيمه الفير ماركت فاليو بتاعتها في السوق. الشير ابو 5 دولار وصل ما شاء الله بقى ب 100 دولار و200 دولار. تمام؟ نتيجه الارباح وسمعتها الطيبه و و والكلام ده كله. حركه الشير في السوق وتداوله في السوق نتيجه قيمته العاليه قوي دي تقل لان بقى غالي. صح. فاهمني ازاي؟ فيعمل له ايه؟ يقول له ستوك سبليت. يضربه يقسمه على 4 شير مثلا. يبقى الشير ابو 100 دولار يصبح بكام؟ 25 دولار. صح. يقسمه على 4، ده فير ماركت فاليو. يقلل قيمه الشير تساعده في عمليه التداول في الماركت، وبدل ما يكسب 5 في ال 100 دولار يكسب 5 في ال 4. انت معايا ازاي؟ قد يحصل كده. الشير ابو 25 دولار يبيعه ب 30 دولار. ويعمل كده طبعا ستوك سبليت. لا كل ده بيحصل بجمعيات عموميه والكلام ده احنا حيثيات او اجراءات المواضيع تحصل ازاي مش معانا في المنهج. تمام. طب ازاي احنا بناخد ايه قرارات اللي ممكن الاشور ياخدها وايه تاثيرها على حساباته؟ هو ده اللي يهمنا. احنا بنتكلم دلوقتي مش في بروسيس ولا في ليجاليتي، احنا بنتكلم في ميجرمنت وريكوجنيشن. لما تاخد قرار ياثر على الفير ماركت فاليو طبعا الكلام ده بيبقى جاستيفايد وبيتعمل بي اي جي ام حتى جمعيه عموميه غير عاديه، موضوع ما بيتمش بشكل عشوائي. ولذا بقول لك احنا كبروسيس مش مختصين بيها هنا، دي ليجاليتي اكتر. احنا دلوقتي بنتكلم من وجهه نظر الاكاونتنج بوينت اوف فيو كريكوجنيشن وميجرمنت وفالويشن وديسكلوجر. تمام ازاي؟ بس دايما يمثلوا الموضوع ده بقصه البيتزا. لو قال لك ان احنا عندنا 4 قطع بيتزا مثلا، واخد بالك، وقسمناهم بالشكل ده، حجم البيتزا نفسه هو هو ما تغيرش، ولكن عدد القطع بدل ما كانوا 4 حسب الرسمة كده بقوا 8. لو فكرنا ان القيمة الغذائية مثلا في القطعة هتقل لان حجم القطعة بقى كبير ودلوقتي بقى اصغر، لو داعي فكرنا بالفير ماركت فاليو والبار فاليو بتاعت الشركة ماشي. نفس القصة بالنسبة للشركات. يعني احنا لو قلنا ان الشركة كلها عبارة عن 4 شير بس مثلا، يعني وقول ان الستوك سبليت هيحصل 2 ل1. خلي بالك دي مش القاعده العامه، ممكن يبقى 3 ل1 ممكن 4 ل1، وبتيجي في مسائل بارقام. ف الاربع شيرز اللي في الشركه هيبقوا 8. قيمه الشركه هي هي وعدد اسهمها في السوق هو اللي زاد، لان هو قسم كل شير ل2 والبار فاليو بتاع الشيرز دي قل والفير ماركت فاليو قل، ولكن التوتال فير فاليو زي ما هو والتوتال فير ماركت فاليو زي ما هو. يعني الدايره دي لا بتكبر ولا بتصغر، والدايره دي ما بتتدبلرش، الدايره كتوتال واحد، اللي بيحصل تغيير فيه هو اللي جوه الدايره دي. تمام. ده عشان نقنع بعض، ولكن خلينا نركز في الثلاث نقط اساسيه. الحساب بتاع الايكويتي زي ما هو بس هو من جوه حصل تغيرات. اوكي. نثبت التغيرات. تمام. اولا عدد الاوتستاندينج شيرز بيزيد بالستوك سبليت. لو قلنا ان الستوك سبليت حصل 2 ل1 يبقى الفير ماركت فاليو تنزل النص. تمام. والبار فاليو تنزل النص. لو حصل 3 ل1 يبقى التلت في البار فاليو والتلت في الماركت فاليو. لو حصل 4 ل1 الربع في البار فاليو والربع في الماركت فاليو. تمام. وزي ما انت قلت فعلا طالما ان الدايره زي ما هي حساب الايكويتي ما بتغيرش مفيش اي انتري بيتعمل. صح. تمام ازاي؟ مفيش اي انتري بيتعمل في الشركه، الشركه لا خدت فلوس ولا دفعت فلوس، هي اعلنت اعلان يا جماعه اللي معاه شير يجي يسلمه ياخد مكانه 2 شير بس، او خلينا عشان ما نتلخبطش اللي معاه شير بقوا 2، اللي معاه شير بقوا 3، سيبك من البروسيس اللي بتحصل ايه. تمام. اللي معاه شير بقوا 10، ما يفرقش معانا حسب النسبه اللي الشركه بتقولها هتقل قيمه البار فاليو والماركت فاليو ويزيد عدد ايه الاوتستاندينج شيرز. تمام.